مش عارفين نوصف سعادتنا ازاي. احنا بقالنا سنين وسنين نسعى ان احنا نوصل للاولمبياد وان احنا ناخد بطولة افريقيا ونفرح يعني الناس دي كلها، الناس اللي جت تقف معانا دول، والحمد لله ان احنا من تعبنا وجهدنا قدرنا نوصل للهدف ده. صعبة جدا والله، احنا بقالنا سنتين معسكرات وتدريب وشغل كتير، شغل بدني وشغل فني، والحمد لله تعبنا وتعبنا والله الفترة اللي فاتت دي كلها، تعبنا يعني بمعنى كلمة تعبنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى عقبة الجزائر. الحمد لله احنا بقالنا فترة شغالين على مكسب على التأهيل، الحمد لله بقالنا دلوقتي داخل حوالي 32 سنة مصر ما تأهلتش الأولمبياد باريس. الحمد لله كان النهاردة أنا يعني مش عارف أوصف سعادتي ولا لاقي كلام أوصفه، بس أنا الحمد لله ربنا الحمد لله كلل تعبنا، وكان بعد تعب سنتين فاتوا ربنا أثبت لنا إن احنا الحمد لله تعبنا ما راحش هدر. كل الرجالة كان صحابي كانوا رجالة وكان قد المسؤولية، والحمد لله ربنا كرمنا، نحمد ربنا والله. الحمد لله يعني احنا من معسكرين من شهر 4، فطلعنا معسكرات، طلعنا بطولة بريطانيا، فربنا وفقنا مع الاحتكاك. واحب اشكر وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي اللي هو كان بيطلعنا بطولات ودية واللي احنا نحتك بره، فكل ده سهل علينا يعني في البطولات اللي هنا. والبطولة دي غايبة عننا بقالها 32 سنة، وبقالنا 25 سنة ما كسبناش الجزائر، فاللي احنا نكسبه 3 مرات متتالية، فالحمد لله الجيل ده يعني يقدر اللي هو يعمل حاجة في الأولمبياد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا سبحانه وتعالى النهاردة بتأهل بعد 32 سنة، بعد 32 سنة منتخب مصر لكرة الهدف رجال بيتأهل للبارالمبيك جيمز. آخر مرة كانت 92 في برشلونة، النهاردة بنتأهل إن شاء الله في باريس 2024. مباراة كانت صعبة جدا، منافسة قاسية جدا، يعني حضرتك شفتوا الماتش، كرة رايحة وكرة جاية وجول هنا وجول هنا، وفي منتهى الصعوبة، ماتش في منتهى الصعوبة. يعني بأعلن احترامي لمنتخب دولة الجزائر الشقيقة، منتخب محترم جدا، لاعيبة ثقيلة جدا، خبرات عالية جدا، لكن لازم أقول لأولادنا شكرا لمنتخب مصر، شكرا للأبطال. ما طلعوش 30 سنة، طلعوا 32 سنة كمان من الغياب لحضرات، فإحنا هنا بنتكلم عن إنجاز مهم جدا، إنجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبالمناسبة احنا فقرتنا الأولى دي احنا يعني عاملينها النهاردة عشان نقول مليون مبروك لمنتخب مصر بكرة الهدف للمكفوفين على الإنجاز المحترم اللي هم حققوه وفوزهم بذهبية بطولة إفريقيا اللي أقيمت في مصر، وبالتالي الصعود إلى الدورة البارالمبية باريس 2024. تعالوا نتكلم أكتر عن هذا الإنجاز وعن هذه الرياضة وعن قوانينها مع ضيوفنا اللي هينورونا في هذه الفقرة، كابتن محمد فرحات المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين، وكمان منورنا عبد العزيز أشرف لاعب منتخب مصر لكرة الهدف للمكفوفين. صباح الفل عليكم، منورنا ومليون مبروك على الإنجاز المحترم. أهلا بحضرتك ومتشرفين بوجودنا في قناة الأهلي. يعني صباح الهنا وصباح الجمال حقيقي والله يا كابتن محمد وكابتن عبد العزيز، فخورين بيك جدا، لان كمان احنا بنتكلم عن تاهل لاولمبياد باريس، فاحنا معانا بطل دلوقتي ان شاء الله اولمبي بيمثل مصر في محفل دولي عالمي كبير جدا. هنعتمد عليك يا عبد العزيز ان انت تجيب لنا ميداليا باذن الله يا رب مهما كانت بقى. بس خلينا نبدا من الاول كابتن محمد، نعرف الناس ايه كره الهدف اصلا، والفريق او يعني بيكون ازاي، المنتخب بيكون ازاي، ودرجات كمان الابصار او يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. كره الهدف هي لعبه جماعيه تخص ذوي الاعاقه البصريه، بتعتمد على حاسه السمع. الفريق بيتكون من 6 لاعبين، 3 اساسيين و3 احتياطيين. مدة المباراة 24 دقيقة على شوطين، كل شوط 12 دقيقة. طبعا الهدف منها هو إحراز الأهداف في مرمى الفريق الآخر. بيحكموا عديد من القوانين، يعني يكفي أن أقول لحضرتك أي صوت أي حاجة بتحصل بيعاقب عليها اللاعب أو الفريق، يعني في أخطاء بتبقى على اللاعب وفي أخطاء بتبقى على الفريق. ببساطة شديدة كل فريق بيحاول يصاب الكرة باليد، يعني ما ينفعش يلعبها برجليه، لازم يلعب الكورة بإيده. طب والأصوات اللي بتكون مصاحبة للحدث، يعني لو مثلا في جمهور حاضر بيحصل في الحالة؟ طبعا هو الحكام بيبقى عندهم يعني شروط معينة، أنا أثناء اللعب يكون الكل في حالة صمت، يعني يبدأ اللعب بكوايت بليز، بعد كوايت بليز بيكون كل خلاص ما فيش أي صوت، فيبدأ يقول بلاي، فيبدأ يستمر، يبدأ أو يستمر اللعب.
فكل مره بيحصل فوت لازم يوقف فعاليات المباراه يعني. بالظبط. لكن طبعا اغلب اللي بيكونوا موجودين عندهم تقريبا في الغالب بيكون وعي باللعبه، فبالتالي بيبقوا عارفين القانون ان دايما خلاص انت تقدر تسقف وتقدر تايس اثناء ثلاث فترات في اثناء التوقفات زي الكوز كات اوت، اتكلم براحتك. أيه. مثلا اتصدت بلوكد اوت وطلعت بره برضه تقدر تدي انا ادي تعليمات. في حاله حظ الاهداف الحكم بيصفر صفرتين زي كره اليد كده. أيه. تقدر تسقف تهيص تعمل كل حاجه، ولكن بعد كده على طول اول ملك وقت بليس صمت تماما. انا عايز اقول لحضرتك ان اي صوت بعد كده يعاقب عليه الفريق، يعني انا لو حبيت اتكلم في اللحظه دي اعاقب فريقي بضربه جزاء، فبيبقى فيها نوع من انواع الاحتراق النفسي ان انت تبقى قاعد وعايز تتكلم وعايز تقول حاجه او شايف خطا ما تقدرش تتكلم، تنتظر لحظه معينه تتكلم فيها وتسكت تماما. طبعا. طيب عبد العزيز بقى احنا عايزين نسمع اسمك. حلو على فكره عبد العزيز، بحبه. عرفنا على نفسك اكتر، وعايزين نعرف برضو انت ابتديت الرياضه دي امتى والتالق بتاعك لغايه دلوقتي، انت بطل اولمبي يعني ان شاء الله. ما انا بقول اهو ان شاء الله والله. بص خدها مني كلمه باعتبار ما سيكون ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا عبد العزيز. اولا اسمي عبد العزيز اشرف، من محافظه المنوفيه، و خريج مدرسة النور، دلوقتي بدرس في كلية إعلام. طب ما تعلمنا صوتك سيكا يا عبد العزيز. إيه رأيك؟ ماشي. اتفضل. بدأت ألعب من وأنا في الابتدائي كرة الجرس، بس كان في المدرسة عادي من غير أي حاجة كده، لأن الرياضة دي في جميع مدارس النور بيمارسوها زي أي طلبة بيلعبوها زي كرة القدم كده في المدارس العادية. فاحنا كنا بنلعب مع زمايلنا ومع بعضنا عادي لحد ما الكابتن محمد كان موجود في السعوديه وجه في نهايه 2019 كده، وكان بقى هو ليه نظره في بعض الطلبه اللي موجوده في المدرسه، فشاف مننا واحد واثنين وثلاثه ويعني اختاركم بقى. شاف مني لاعب كويس يعني. موهبته صحيح وطلعت وجهه نظره صح؟ طب والله يعني اكيد، لان وصلت لحد بطوله افريقيا والحمد لله يعني تاهلنا لباريس. ف حضرتك يعني هو عبد العزيز كان بدا معانا فتره كده وهو لسه صغير، بدا معانا بطوله الاهرامات الاولى دي كانت سنه 2022. انا بتكلم عنه هو شخصيا يعني. فبدا بسنه 2022 الاول. كان لسه برضه يمكن لسه ما خلصش المرحله الثانويه، فكان يعني شايفين فيه موهبه زي بقيه المجموعه اللي معانا يعني. يعني في صراحه المجموعه اللي معانا ما شاء الله عليهم كلهم اعمارهم صغيره، متوسط اعمارنا 21 سنه. فدي كانت ده كان الهدف بتاعنا، ان احنا نعمل جيل صغير شباب قادر انه يستمر لفترات طويله مع زياده الخبرات مع المنافسات الخارجيه، كل ده هو اللي اهلنا ان احنا نقف علينا دلوقتي. يعني الخبرات اللي هم اخذوها في خلال مرحله الاعداد البطولات دي كلها وقفت الشباب ان هم يوصلوا للمستوى اللي احنا فيه ده. على ذكر الشباب عبد العزيز، لازم تبقى مدرك تمام الادراك ان انت حقيقي شخص ملهم لناس كتيره جدا يعني، ودي التفصيله اللي عايز اقف معاك شويه عند تفاصيلها، لان في ناس كتير ممكن ما يبقاش عندهم المشكله اللي عندك ومش قادرين يحققوا ثمن الانجاز اللي انت بتحققه. فاحنا عايزين نعرف منك كده يعني في حياتك العاديه انت يومك عامل ازاي؟ هل بتدرس ولا لا؟ مواعيد تمريناتك؟ والله بص يعني لخص لنا يومك كده. احنا بدانا فتره معسكر لبطوله افريقيا ومن اخر شهر 9، وطبعا الدراسه ابتدت في نفس الوقت اللي بدانا فيه المعسكر. فحضرتك بنكون موجودين في المعسكر عادي، وبقدم للجامعه جواب تفرغ، وبحاول بقى في المعسكر مثلا ايه الوقت بقسمه، مثلا تمرين بيبقى شويه بس مش قوي يعني في المذاكره. انت في كام اعلام دلوقتي؟ لا لسه اولى. لسه. اشمعنى اعلام يا عبد العزيز؟ والله بقى يعني حابب انت الاعلام يعني. اقول لحضرتك هو اصل احنا في مدارس النور يعني ما ينفعش ندرس غير في الثانوي غير القسم الادبي بس، الشعبه الادبيه. فوالله لقيت برضه المجموع اللي كان حلو. ومالهم الادبي، انا كنت ادبي على فكره. ما انا عارف ده احلى ناس والله.
فأجل ربنا ييسر. طيب خلينا بقى نتكلم شويه عشان نطمن على ابطالنا. يعني كابتن محمد ما اجي اتكلم عن الاتحاد الرياضي للمكفوفين هنا، ايه خطته بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه علشان انا اتكلم ان الابطال بتوعي دول والمكفوفين تحديدا يقدروا ان هم يعني يتلقوا كل الدعم وكل اللي بيحتاجوه علشان بعد كده ما يجوا يعني يمثلوني في البارالمبيكس او في البارالمبيات، يعني يمثلوني بالشكل اللائق اللي هو يسمح لهم يكونوا فعلا ابطال ويحصلوا على ميداليات. يعني طبعا انا حابب بس يمكن في البدايه حابب ان انا اهدي الفوز ده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي بطولة سيدي. افريقيا افريقيا طبعا وبنوعده وبنوعده ان شاء الله ان ولادنا وشبابنا هيبذلوا اقصى ما عندهم، مش التمثيل مشرف لا بالعكس، احنا للمنافسه طبعًا. على البطوله. وطبعا بنشكر السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي والدكتور احمد عوين رئيس الاتحاد على وقوفهم ودعمهم من وقت ما بدانا اعداد هذا الجيل من سنتين اتنين. الدعم ده معناه يعني دعم معنوي ولا دعم مادي ومعنوي؟ يعني خليني افهم برضه. هو الدعم المعنوي ده مهم لان الدعم المادي من غير دعم معنوي مش ممكن، والدعم المعنوي من غير المادي برضه مش ممكن، ما ينفعش. لكن بالظبط، لكن الدعم المادي هو كان موجود بصراحه ما قصروش معانا. لكن احنا نعرف برضه احنا عندنا امكانيات، يعني مين اللي عنده امكانيات؟ احنا مصر عندها امكانيات معينه، ظروف معينه، ظروف اقتصاديه، احنا لابد ان الكل يتحمل هذه المواقف. يعني يعني المعسكرات اللي قبل مثلا اولمبياد باريس، لا خلينا نمشي واحده واحده. طيب. دلوقتي انتوا طالعين باذن الله اولمبياد باريس وعندنا اكتر من لاعب، التجهيز ليهم ده بيكون على حساب مين؟ وفي نفس الوقت انتوا عملتوا معسكرات خارجيه ولا كلها داخليه؟ ولو خارجيه على حساب مين؟ انا قلت لحضرتك ان الوزاره ما قصرتش معانا، خرجنا معسكرات خارجيه، لعبنا في بطولات في الفترات اللي فاتت، في الفترات اللي فاتت لعبنا بطولات دوليه، لعبنا عملنا معسكر في تركيا، لعبنا بطوله دوليه هناك، رحنا البرتغال اشتركنا في بطوله العالم اللي احنا تأهلنا ليها في بطولة افريقيا اللي كانت من سنتين، رحنا بريطانيا، كان في بطولات في مصر دولية، بطولة الاهرامات الاولى والثانية، كان في يعني كان في اعداد قبل البطولة دي. بعد حصولنا على اول افريقيا وتأهلنا لاولمبياد باريس، الوزارة طلبت ان احنا نعمل الخطة اللي هنستمر عليها للحصول طبعا على المراكز المتقدمه في باريس. وبالفعل احنا عملنا خطه وموجوده دلوقتي في الاتحاد، هتعرض ان شاء الله على السيد الوزير. وهو بصراحه يعني قال كل الدعم ليكم، مش يعني اللي انتم تطلبوه كله، وعايزين نشوف اداء وعايزين نشوف شيء مشارك. طب ما نسمع من عبد العزيز كمان. أيوة. رد على السؤال ده عبد العزيز، يعني انت كبطل دلوقتي في هذه الرياضه وهذه الفئه، انت مستني ايه او منتظر ايه او ايه اللي بيقدم ليك لحد دلوقتي من الوزاره او من الاتحاد؟ بص اقول لحضرتك حاجه، دلوقتي كره الجرز مش ست لعيبه بس في مصر، احنا اكتر من 14 نادي او 14 هيئه، كل نادي بيبقى فيه من 6 لـ9 لعيبه، فبالتالي الاتحاد بيكون داعم لافراد المنتخب اللي هم 6 لعيبه بس، 8 بالكتير وبفتره قليله وبعد كده بيبقوا 6. الانديه طبعا ما بتبقاش اللي هي ايه يعني ما عندهاش الدعم زي الاتحاد اللي هي تصرف على اللعيبه مثلا او تعمل معسكرات، او يعني ممكن ما يتمرنوش غير مش عايز اقول لحضرتك 3 مرات في الشهر مثلا 4. فاصلا اليوم في التمرينه الثانيه فما فيش ايه اسس مبنيه ان احنا نطور باقي اللعيبه. فانا اتمنى يعني الانديه اللي هي يعني الاهلي والزمالك تتبنى بقى يعني دي. وبالذات خاصه ان احنا صعدنا الاولمبياد دلوقتي يعني فحققنا، وان شاء الله يعني لو الانديه دي تبنتنا وكان صحيح. الدعم لينا ان شاء الله يعني تمنى صوتك يوصل اكيد انا وكريم ان شاء الله. تستحق الدعم ده، هو مش تفضل من اي جهه بالمناسبه ولا حتى من الدوله، ده حق يعني لا ده حق زي اي طايره وطايره جلوس يعني افتكر او يعني على ما اتذكر ان في النادي الاهلي طايره كراسي متحركه او طايره جلوس حاجه زي كده. هو انتوا في الرياضه دي يا كابتن محمد بالمناسبه هل ما بيبقاش في فرق كبير بين المعسكرات الداخليه والخارجيه في الرياضه دي تحديدا؟ لا طبعا في فرق كبير جدا، لان احنا طبعا في مصر الانديه في مصر يمكن زي ما قال كده عبد العزيز امكانياتها بتبقى ضعيفه شويه، امكانيات التدريبيه، الاماكن التدريب، الادوات،
يعني حضرتك اتكلمت على نقطه مهمه جدا، نقطه الامكانيات يعني اللي كانت حضرتك بتتكلمي فيها من شويه. يعني الهواند كانت بتتك على يعني على السؤال ده ليه؟ عشان لو عندكم مشكله ما صوتكم يوصل بالظبط، هي دي فرصه يعني عشان طبعًا اي نواقص تكتمل بعد كده. اكيد طبعا اللعبه محتاجه ادوات، وادوات اللعبه الكره تقريبا عشان توصل مصر بتكلف الكره الواحده حوالي 6000 جنيه. يعني هي ثمنها مثلا حوالي 120 او 110 بالدولار طبعا على ما توصل مع الشحن. طبعا انت بتحتاج اصلا، احنا في شهر واحد في المعسكر بنحتاج مش اقل مثلا من 10 الى 12 كره، يعني اقل حاجه في الشهر الواحد. وطبعا الكره بتصنع خارج مصر، يعني ما بتصنعش هنا في مصر، فبالتالي دي الكره الماسكات ثمن الماسك حوالي 80 دولار ده بره، يعني برضه أيوة. شوف على ما يوصل بكام. امكانيات الملعب الاهداف نفسها بتبقى عايزه مكان للممارسه. طب الوزاره لما بتلاقي ان عندها ابطال في الرياضه دي ومحققين انجازات وميداليات ذهبيه في بطولات افريقيه وبصدد المشاركه في دوره بارالمبيه، مش لازم يبقى في استثناء في الحالات دي؟ احنا بقى دلوقتي عايزين نوصل النقطه دي للمسؤولين. انا مش هحدد حد، لا 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 صح، احنا عايزين نوصل النقطه دي للمسؤولين. الشباب دول بيعانوا كتير جدا لما يجي يشتركوا في اي انديه. صحيح يعني انديه هم مثلا يعني كم بطوله بيطلعوها في السنه كلها؟ حوالي 3 بطولات او 4 بطولات في السنه كلها. بيتكلف كان كل بطوله مثلا حوالي يومين او 3 ايام، لا زايده عن 4 ايام بالكثير. مهما كانت التكلفه بسيطه، يعني بالنسبه لامكانيات بعض الانديه بسيطه جدا جدا. يعني اللعيبه عدد الفريق 6 لاعبين، مش بتصرف مثلا على 16 لعيب، مش بتصرف على 20 لعيب، 6 لاعبين. فبالتالي يعني الامكانيات انا مش شايف ان هي امكانيات كبيره قوي، لكن هي بالفعل محتاجين امكانيات. يمكن حضرتك، انا اسف ان تطرقنا لنقطه ثانيه من السؤال، ان المعسكرات الداخليه طبعا العدد الانديه لانه قليل، المستوى الفني بتاع الانديه طبعا مع عدم وجود التدريب ما تعرفش تكتشف فيه مواهب، يعني لازم تبحث بشكل، انا شخصيا يعني بتعب جدا ان انا ابحث عن المواهب، لكن انت محتاج دوري كبير في مصر، محتاج بطولات داخل مصر كتير، عشان انت هتكتشف المواهب منين؟ من التجمعات، وتكرار التجمعات ده هو اللي بيكشف المواهب برضو الموجوده بالظبط. والمدارس يعني يمكن مثلا بطولات المدارس من سنوات ما اقامتش بطوله المدارس سنه كام؟ 2017. الله، ليه كل السنين دي مدارس الكره اللي هي اصلا هو ده مصنع اللي احنا، معلش سؤال، ايه اللي موقفها؟ هو انا رد يعني ايه المشكله؟ يعني والله عدم اهتمام ولا ربما كان في يمكن ظروف قبل كده، كورونا بعد كده، ما هو انا الاجابه انا مش قادر اقولها ليه، انا ما اعرفش الاجابه يعني. فلكن احنا نعمل يكون في بطولات، ولازم الكلام يتقال يا عم الكباتن عشان يوصل هو احنا نعمل ان يكون في بطولات مدارس. من فتره بسيطه كان في بطوله جامعات كانت موجوده. هي الامكانيات مين صاحب القرار؟ خلينا بس نكاس امكانيات في بطوله، لا بطوله المدارس دي بتكون قرار وزاري ملهاش دعوه بال، ما هو ده بقى، يبقى ده قرار وزاري. يبقى التنسيق ما بين وزاره الشباب مثلا وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم. طب ما فيش منسق تعرفوه مثلا يعمل النقطه دي او حاجه؟ هو طبعا هي اداره التربيه الخاصه مع التوجيه التربيه الرياضيه داخل الوزاره، هم طبعا هم مسؤولين عن تنظيم انا كنت اعرف المتحدث السابق يعني لوزاره التعليم، والله يعني كنا نكلمه برضو نشوف القصه دي، اصل هي القصه يعني هو قرار يطلع بالظبط. يعني هي فتخيل حضرتك مثلا 2017، طب المجموعه دي هي افضل ده العمر الذهبي للتعلم، طبعا العمر الذهبي لاكتشاف الموهبه. صحيح. اللي هو 16 17 18 سنه قاره ناشئين، هنكتشف لاعب مثلا بعد 23 سنه، مش ممكن زي دول كده بالظبط كده يعني. انا اكتشفه امتى يعني؟ فطبعا هي امكانيات المسابقات، امكانيات الادوات، الانديه برضو يعني احنا بنقول 14 نادي، يعني لو في 12 13 14 15 نادي عندنا مسابقات كويسه داخل مصر هنقدر نفرز. بص يا كابتن محمد، الطلبات اللي حضرتك او النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها نقاط مشروعه مليون في المية. ليه مليون في المية؟ لان تاني المنتخب ده او الرياضيين دول او ابطالنا دول هم رايحين البارالمبيات بتاعه باريس، يعني هم بيمثلوا دلوقتي مصر قدام العالم كله، فقصه ان هم يتكلموا في امور بسيطه انا بشوفها على فكره، يعني مع احترامي للارقام والحركة قلتها، لما تتكلم في 120 دولار ولا تتكلم في 80 دولار ولا 6000 جنيه كوره، يعني ده مش رقم اصلا، يعني ده مش بادجت اصلا، تمام؟ حتى لو انت عايز 20 كوره مش 10، فيعني 60000 جنيه ولا يعني. فاعتقد الوزاره تقدر توفر ده، خصوصا انت بتتكلم عن منتخب رايح يعني اكبر محفل رياضي في العالم.
طبعا. ف يعني انا مش عارفه والله نقدر ازاي نساعد حضرتك، بس خلينا نشوف. احنا نأمل، خلينا نشوف لان ده دورنا كاعلام برضه بصراحه. نامل الانديه، نامل ان الانديه تدعم الفرق من ذوي الاحتياجات الخاصه بانشاء الفرق للرياضات العامه المختلفه للموقفين كمان بشكل خاص، يعني حقهم، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك عدد الانديه قليل، كل شويه ممكن نادي اشتغل سنه سنتين وبعد كده خلاص مش قادر يصرف. يمكن بقى المره دي بعد المشاركه في الدوره دي او النسخه دي من البارالمبيات، وعبد العزيز ان شاء الله يرجع لنا بكم ميداليه كده حلوين على مزاجه ان شاء الله. في كتير من الاوضاع تتغير، او خلينا نقول هكذا نتمنى. احنا طبعا لازم الوضع ده يتغير. احنا بصراحه سعداء جدا يعني بالانجاز اللي الشباب عملوه، هم تعبوا الفتره دي. اول مره نحصل على اول افريقيا او مشاركه بارالمبيه بعد 32 سنه ما شاء الله. يعني دكتور احمد عدوين رئيس الاتحاد هو اخر لاعب شارك في الدوره الاولمبيه، هو بقى رئيس بارالمبيه الاتحاد دلوقتي، عقبال عبد العزيز بقى ان شاء الله سنه 92. ف يعني طبعا هو تاريخ ان شاء الله يستمر. سنه 92 دي ب 32 سنه. برشلونه 92 ما خدناش افريقيا من سنه تقريبا 96 او 97 تقريبا، يعني ما خدناش بطوله افريقيا. فالحمد لله هو احنا اشتغلنا كويس واشتغلنا صح واجتهدنا والكل دعمنا، والحمد لله ان احنا وصلنا بالنتيجه ان شاء الله خير باذن الله، ويبقى مشاركه مشرفه وعوده يعني بكثير من الميداليات باذن الله. بنتمنى لك كل التوفيق. عبد العزيز نورتنا، بنشكرك على وجودك معانا النهارده. نورتونا. وعبد العزيز لو حابب تقول حاجه يعني اخيره، الناس كلها دلوقتي سامعاك، وهتبقى دايما او اللينك ده هيبقى موجود كده كده، ف يعني خلينا نسمع منك في نهايه الحلقه. انا والله حضرتك من دقيقتين كنت بتقولي ان حضرتك تعرفي المتحدث الرسمي او المتحدث، فيعني انت محتاج محتاج حد يعني يوصل يعني الصوت بشكل مباشر. نفس كل زمايلنا، ويعني احنا كلاعيبه كره جرز وكناس مشجعين النادي الاهلي نتمنى ان احنا نبقى اعضاء في النادي الاهلي، نمثل كرة الجرز في الأولمبياد باسم النادي الأهلي ومن قبليه اسم منتخب مصر. يا ريت ده يحصل فعلا، يسعدنا. وان شاء الله يعني ربنا يوفق كده. النادي الأهلي أصلا حتى هو فيه قسم سبع اعتقاد خاصة لي. أنا طبعا عنده أكثر يعني، بس يمكن تنقصه من العلاقة البصرية تقريبا يعني. خلينا نشوف مع فريق الإعداد عندنا برضو إزاي ممكن التنسيق دلوقتي بعد الحلقة، إزاي نقدر نقدم أي مساعدة يعني. يعني كده كده ده دورنا، ففي الاول وفي الاخر يعني وارقامنا موجوده يعني شرفنا. كان بسيط. لا بجد بجد سهل جدا. نورتونا وكل التوفيق عبد العزيز، وباذن الله ترجع يعني يبقى لينا لقاء تاني معاك وانت فعلا بطل اولمبي بقى. مش هنقول بطل اولمبي ان شاء الله، لا هنقول بطل اولمبي بجد، فباذن الله ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.